ثاني واحد اثنين ثلاثة سابق الفلاحين عانوا كثير من مشكل الكهرباء الان راه نعالجوا فيه تدريجيا وراح الوتيره تتسارع يعني اكثر فاكثر يوم بعد يوم خاصه بعد التدابير والتسهيلات والمرافقه والاتصال كذلك مع الفلاحين واليوم كانت لنا الفرصه واتصلنا مباشره مع يعني الفلاحين والممثلين لعشر ولايات يعني باشر السونغاز بمخطط استعجالي اولا في ربط كل هذه المحيطات الفلاحيه من مجموع 2730 مستثمره فلاحيه لحد الان رانا في 63% من الربط. اول انشغال واخوان بصفه عامه في ولايه الجنوب وهو هذه القطاعات المتكرره التي تسبب خسائر بالنسبه للمنتوج الفلاحي. ثانيا وهو ما يكونش عند الفلاح دفع مساقاته شهريا وانما يكون موسميا لان الفلاح ما عندوش انتاج شهري وانما انتاج موسمي بعد انتهاء او بعد ما ياخذ الفلاح مساقاته من الشركه سواء لوناب او سواء تعاون الحبوب الفلاح في هذيك الوقت يدفع مستحقاتي. المحيطات عندنا محيطات في عين قزام وعندنا محيطات في بلسة وفي عين القل وفي فقرة زوا وفي عين صالح وفي نخر. هذه المحيطات كل طالبين الكهرباء الفلاحية ومحيطات كبار وفيهم انتاج ما ان شاء الله انتاج والماء كاين.